بالنسبة لمسألة سفر المرأة من غير محرم، لا سيما إذا كانت تقود السيارة، أنا لن أنسى أبدا مطلقا هذه الحادثة. كلامنا كان في صيف 86، كنا جايين من العريش شمال سيناء الإسماعيلية، فوجدنا سيارة تشعر أن في حد مر عليها كده، سيارة متدغدغة، وكنا حوالي ثلاث أتوبيسات، وكانت رحلة تبع يعني تبع الجامعة وبتاعه ما إلى ذلك، وكان معنا ناس من كان المكان ده يعتبر كله متسلم للمخابرات، وكان معنا ناس مخابرات وناس من الوزارة مش عارف إيه، حاجة رسمية يعني. وقفنا ونزلنا، فتلاقينا امرأة اللي كانت بتسوق العربية، وكانت لابسة ملابس متبهدلة، حاجة فظيعة، وحالتها يرثى لها. طيب المرأة ديت ايه المانع ان يكون مثلا العربيات عطلت في الطريق، وكان في شبورة او كان في ضلمة، جت عربية تريلا كبيرة راحت خبطاها ودنا تمشي، بينما لو فيها معاها محرم كان يزق العربية في جنب الطريق، لان العربية في قلب الرصيف مش في جنب، يعني العربية في قلب الرصيف. والكلام ده كان الصباح، كنا في الصباح الباكر يعني حوالي الساعة 9 كده. فالأولى ألا، والأصح والشرع ألا تسافر المرأة إلا مع محرم، حتى لو كان سفره قصيرا إن شاء الله، إلا إذا كانت هناك ضرورة، عدم المحرم، أو كانت الفجأة يعني ابنها مثلا بينزف دم ومفيش حد جنبها، تعمل إيه؟ لابد تتحرك بسرعة، لابد تتحرك، ولابد تجري، ولابد تتصرف، إلا إذا كانت هناك إيه؟ ضرورة، أو كانت هناك صحبة آمنة. إذا كان هناك ضرورة أو صحبة آمنة، لأن ده أقل الموجود، مش لاقي محرم، يبقى على الأقل يبقى هناك إيه؟ صحبة آمنة، يكون مثلا في ثلاث أربع نساء معاها، والله تعالى أعلى وأعلم.